في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأبحاث حول علاج لفيروس كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية قالت أنه لن يكون هناك علاج قبل سنة تقريبا. هل نقترب حقا من العلاج؟ في علاجات قديمة ثبت مأمونيتها في استخدامها على البشر لأمراض زي الملاريا أو مضادات حيوية أو علاج للإيدز، أريد بتستخدم في المجتمع عادي على مستوى العالم لعلاج أمراض أخرى، فملهاش مشكلة أنها تتاخد للأشخاص لأن هي ما بتضرش، هي بتعالج أمراض تانية وثبت أنها بتقلل من نشاط الفيروس، بس هي مش علاج فعال 100% أو علاج مخصص 100% للكورونا. حاليا في تجربة سولاريتي ترايل على مستوى العالم، مصر مشتركة فيها، لاختبار مجموعة من الأدوية اللي إن شاء الله مع التعاون بين حوالي 90 دولة على مستوى العالم نوصل لعلاج ونسرع وتيرة البحث بحيث ان احنا نوصل لعلاج قريب، بس حتى الآن ما فيش علاج فعال 100% للقضاء على الكورونا. هل هناك بعض الأدوية التي يمكن اتخاذها كإجراء وقائي من الإصابة بفيروس كورونا؟ ما فيش دواء ملوش أضرار جانبية، أي دواء مهما كان. للأسف مع الإشاعات الكتيرة اللي طلعت بعض الناس اتجهت للصيدليات عشان تاخد أدوية وتخزنها في البيت. في الحقيقة ممكن اخد دواء موجود في الصيدلية وبيتباع لمرض تاني واخزنه في البيت واتعاطاه واخده، ففي الآخر هيؤدي ان انا يحصل لي مشاكل كتيره جدا. نصيحه، مفيش دواء الا بوصفه طبيه، حتى الان مفيش اي دواء وقائي ممكن يتاخد لمنع الاصابه بالكورونا، حتى الان مفيش اي تطعيم ممكن يتاخد عشان نقضي على الكورونا. لحين ظهور علاج، هل هناك بعض الاطعمه او المشروبات اللي ممكن تساعد في زياده المناعه للشخص العادي في مواجهه الاصابه بفيروس كورونا؟ مع العزل المنزلي والناس قاعده في البيت وقلة الحركه ده بيسبب مشاكل كثيره جدا. ننصح الناس اللي هي قاعده في البيت انها تلتزم بالغذاء السليم، الغذاء الصحي السليم، نكتر الخضار، طبق سلطه مهم جدا، الاكل يبقى فريش طازه، بلاش اكل جانك فود او الاكل اللي هو فيه دهون كثيره على اساس ما ياثرش علينا. الخضار مهم جدا والفواكه مهمه جدا لتقويه المناعه والحركه، نتحرك.